فيكم عاليات. بداية توضيح الشغلة الصحية ولا الرأي العام أننا ما جيناش نحتجوا من أجل احتجاج أو لا باش نسمحوا في الخدمة، وإنما جينا باش نوصلوا الصوت ديالنا. مجموعة ديال المشاكل القائمة أنتقرون بينها حتى الماء الصالح للشرب ما عندناش في لوبيطال. الماء الصالح للشرب اللي كاين في كل دار ما عندناش في لوبيطال. الماء كيفوت في خزان كيتلوث عاد كيجي عندي، وهذا المشكل ناقشناه مرارا، ناقشناه في المندوبيه، ناقشناه في لوبيطال ديال تاوريرت، عطاونا وعود والوعود معروف اش كيوقع بها. هذا المشكل الاول. المشكل الثاني هو ديال المستحقات نتاع الموظفين، ما كنسعاو حتى على واحد، اما كنقولوا حتى لواحد عطينا من جيب، اما كنبغيوش الهدايا حنا، اي عطونا غير حقنا، حقنا ونقطه الى الصف. المستحقات عامه عباد عام 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 عام. تريمستريال ماشي مشكل، سيمستريال ماشي مشكل، عام عام. وجاو الفلوس، الفلوس كاينه في تاوريت، وكيجيو التليفونات كيقولوا ما تخلصوش العيب وما تخلصوش تاوريت. شنو معنى هذا؟ هذا هو اللي خلانا نجيو نحتجو وغادي نبقاو نحتجو ومعركتنا الى الامام. جينا اليوم هنا غادي نطلعوا للمندوبيه وغادي نمشيو للمديريه، وغادي راه مع التوازن تاع النضالات تاع المكتب الاقليمي كنفكروا ندخلوا في اعتصام. غير المكان مازال ما حددناه، يا اما هنا يا اما في تاوريت يا اما في وجده. هذا المشكل الثاني ديال المستحقات. والمستحقات باش الطريقه باش كتوزع هنا في تاوريت فيها الاعتباطيه، فيها شويه ديال الكانا، فيها مجموعه ديال الخروقات، يعني كيعطيك ليزانديميتي انت ما كتسنيش عليها ما كتشوفهاش الى اخره، وهذا مخالف للقانون بتاتا. لان باش تدي ليزانديميتي ديالك خصها تكون خاضعه للمواثيق المعمول بها، خصك تسني عليها، خصك تكون داخله الفورمي اللي كتحسب بها. عندنا لي ليست، كاينه الفورمي، كاين الحساب شحال كيجي، ما تعطينيش شحال بغيت منك. يعني ما نديوش ليزانديميتي كما بغاو هما، غادي نديوهم كما بغينا حنا، وغادي نديوها اكيد. هذا قلنا ليزانديميتي غادي يجي الوقت فاش حيت خصها نقاش بوحدها، غادي نعزلوها ونديروا عليها بيانات بوحدها وناقشوها بوحدها، وغادي نديوها اكيد. لان هذا المشكل كيطرح، هذا المشكل كيطرح غير باش يلهينا على المشاكل الاخرى. هذا حقنا يعني نورمالمون كاع ما نهضروش عليه كاع. حاجه اخرى، الاقسام. الاقسام اللي كنا كنستناو دابا عام باش كتفتح الكل عارف اش واقع. كاين طماطور، كاين ما نعرف شنو، المركب باقي ما محلوش، واحد السيرفيس فتحوا عندنا انا في كتخدم تما ما عندناش طبيب. داوي انت الناس بلا طبيب، الهبال ما عندناش طبيب. هما الاخوات اللي خدامين تما كيجينا مريض ما عندناش ثلاجه، ما عندناش لا انسولين، بلاطو تكنيك زيرو زيرو. كيجي عندك مريض كتحط قدام امر الواقع، داوي انت ما نعرف تعزم عليه والله ما فهمتش انا شنو غادير له. هذا المشكل نتاع الاقسام. ومين كتهضر على الناس كيقول لك كاين مشاكل قانونيه، مازال ما خرجش الوقيطه في الجريده الرسميه الى اخره. غادي نحاول نتذكر المشاكل الاخرى. كاين تراجع كبير بالنسبه للمتطلبات الطبيه في ليزيرجونس. لابوراتوار يعني لابوراتوار، وعباد الله لابوراتوار ما فيهاش ليكيب كامله، يعني البنات اللي خدامين في لابوراتوار كيعيشوا العبوديه. لا سترانت دائما، ما عمرك تمشي لولاد، ما عمرك تشوف دار، دائما انت اشتراك ثلاثه ديال البنات. وباش يكون غير ما يكونش عندك ليكتور سيرفيس مينيمو 4 5، وخدم لا سترانت كيفرض عليك القانون. اسمع لي، اذا كان القانون كتطبق غير هنا في العيون، هاد لا سترانت راه فيها اعاده نظر، وماشي شهر ولا شهرين، راه ملي بدا لوبيتال هما خدامين بهذا. اضيف الى هذا تما في لابو ما كاينش لي رياكت، كاين تحاليل غير ديال المستعجل، يعني كيضربوا يعني هاد 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 المستشفى غير صوري، ولكن في العموم كتجي تشوف كتلقى الموظف بينه وبين البوبيلاسيون وكلشي مولي الله. مندوبيه ما بغاش تحمل المسؤوليه، السلطات المحليه راهم هنا بعد المناسبه كيسجلوا، غير يسجلوا حتى شي لا كنقول لهم غيتحملوا كامل المسؤوليه ديالهم، لان المافيات دخلوا علينا لوبيل. المافيات كيقتحموا لوبيل، راه كنبداو شي بزنس هنا ديال البيع والشراء في ولاد الشعب. هادو اللي كيديروا سيكيورتي 12 ساعه كيبيعوا ويشريو فيهم، قلنا لهم لا، حنا هنا في لوبيطال، لوبيطال ديالنا نقي، وكنعتزو بهذا وغادي يبقى نقي، وهو الوعي الاجساد ديالنا.
حنا مناضلين شرفاء وكل شيء عارف هذه القضيه ولوسخ معنا ما نديرو به، شي واحد باغي يدير بوليتيك معنا ما نديرو به، شي واحد باغي يسترزق معنا ما نديرو به، يعني اللي بغى يشوف الاسلام بركه هي الامان، لا تراجع للاسلام بركه هي الامان، لا تراجع للاسلام بركه هي الامان، لا تراجع للاسلام بركه هي الامان. المشاكل ديالنا الماء ما كاينش، ليزانديمنيتي ما كاينش، المركب ولا امنيه باش يتفتح اللهم ما خدامش مزيان. كاين 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 مشكل ديال هاد الوقيطه العبد باع الثمنه وكتبان فيه شعاعات ما عرفناش ما عرفناش راه واقع فيه كاع. واللي كيزيد يرولك مزيان هو ان عطاو الريسبسيون السيد اللي بناه